لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم. أكيد كلنا عارفين إن محمد بن شنات اتطلق من سيليا، وأكيد كلنا عارفين مين هي سيليا لأنها كانت بتظهر معاه في كل الفيديوهات. ولكن اللي ما تعرفهوش بقى إن محمد بن شنات بعد ما انفصل عن سيليا راح خطب واحدة غيرها وهيتجوزها بعد العيد خلاص، والعيد يوم 30 يونيو يعني خلاص هيتجوزوا. وانا احب ابارك للفنان واقول له 1,000,000,000 مبروك، وانتوا كمان انزلوا في التعليقات وباركوله دلوقتي، هسيب محمد بن شنات يكمل معاكو. ولكن لو انت ما ضغطتش لايك لحد دلوقتي محمد هيزعل منك، لان في ناس كتيرة جدا ما تعرفش انه خطب. لذا اضغط لايك لان اللايك بيساعد الفيديو على الانتشار. وبس كده اسيبكوا مع بن شنات، مفيش مبروك يا جماعة، يلا بقى انزلوا باركولوا في التعليقات، محمد بن شنات كمل معاهم. كي بريك انا افسه فهمني، كان ماتش قد لعبوه كنت ما فيهم، انتوما قولوا لي اللي يخسر مش نحكموا عليه، صاي عيني قارة فيكم يا نرباع تركوك ستوب نزيدكم نوفا شابة. ومن البلاي الجيتية صاي من البلاي الجيتية نبدلو شوية العقلية ايه بين ننسى شوية الموت تقليل وقع دورتها موت جي وقع اري كيبا الله تأمنوني قاعد شو احنا شاكين شوية شو جمون دي ستيل انا على بالي بلي لي ريزو كي تبع انا تو من ساعه عندكم مشكل كي تسيقوم تبغوا شي عفسوخم هذه بعد نهضروا فيها الله فلي راه يطيب هي جا في قلبي بركوكس ثم اليوم تهلا في يد داروا لي بركوكس صغليتو شوف كاين عفسه ثاني كملت عليها بهذا قبيله بزاف هذا الزاوج درت واحد درت هذا الباتش في ظهري صافي تحسب قسيمه بالله لا مرميطه تاع لوبيا كانت شويه باش كطيح طيح هضره اون بليز غير تكمل عليا بهذا بصح صاير عجبتني العوده معاكم واه جا غير في دقيقه راني جاي بال كيف تجيب ولاد المهم نكملكم انا قليت قبيله درت واحد كيما هذا في ظهري نقسم لكم بالاله الا تقول داروا فوقي مقله تاع لوبيا ولا كيكوطه اون بليز كملت عليا بهذا الطيحه هذه ها الاغنيه الجايه فيها عندها اصور تاع الطيحه تاع ما نطيحوش تاعو واقفين أبار العشاء اللي غادي نوليها لكم اللي راه طيب دروك كاين بو ايفا ولا عليها او صافا بصح حبسي تقربي نزيدكم نوفال شابه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.